السلام عليكم ورحمة الله. هنتكلم اليوم مع بعض عن القدم الجوفاء أو البيسكيفس فوت. البيسكيفس فوت هو لما يكون القدم عندك عنده هاي أرتش، يعني قوس حقة القدم مرة مرتفعة، زي ما تشوفه في الصورة على جنب. الصورة اللي القدم اللي على تحت توضح لنا النورمال أرتش يعني القوس الطبيعية، والصورة اللي فوقها توضح لنا الهاي أرتش يعني القوس اللي يكون مرتفع. ايش اللي يصير بالضبط؟ انه وزن الجسم ينزل على القدم في منطقتين لما يكون عندك هاي ارتش، فين وفين؟ في الكعب وفي القدم من قدام، يعني في عند الهيل. excessive amount of weight is placed on the forefoot and the heel of the foot when walking or standing. يعني وانت بتمشي او وانت واقفة الوزن حيتركز على القدم من قدام ومن الهيل، وهذا اللي حيسبب لي الألم لانه يعني ما هو موزع الويت ديستريبيوشن، ما هو موزع بالطريقة الطبيعية the normal way. نسبة مرة صغيرة من المجتمع يكون عندهم القوس المرتفع. approximately 20% of the population has high arches، وهو عكس الفلات فوت. لو نبي نقارن يعني لا، نسبة الفلات فوت مرة كبيرة في المجتمع. هذا القوس مكون من إيش؟ مكون من ثلاث أشياء رئيسية. أول حاجة اللي هو plantar fascia ligament، هو عبارة عن رباط بالعربي اسمه اللفافة الأخمصية. وبعدين يدخل لنا two tendons اللي هو posterior tibialis و peroneus longus tendon. ففي البيسكيفس فوت إيش اللي يصير بالضبط؟ إنه هذا الرباط اللي هو plantar fascia، الأنسجة اللي جوتها تتقلص أو تكسر. So there's a shortening of soft tissues that support the longitudinal arch such as the plantar fascia. البلانتر فاشيا هو أكبر شيء داخل في تكوين الأرتش، أكبر رباط يعني. فويش السيمتومز اللي حتكون على قدمك لما يكون عندك هاي أرتش أو قدم جوفاء؟ أول شيء حيكون inverted calcaneus، يعني عظمة الكعب من وراء تلاقيها كده مايلة كأنها داخلة على الجوة زي ما تشوف في الصورة. بعدين يكون في برضو كالوسيس يعني تقرحات، ظهور التقرحات اكيد حيكون في مكان ما انت تحطي وزنك اللي هو في الهيل او الفورفوت القدم من قدام. وبعدين برضو حيكون في pain when walking or standing، وحيكون hammer toes or claw toes. هذا مو مرة يعني مو ما تلاقي في كل الناس، يعني في بعض الناس عندهم هاي ارتش بس ما عندهم hammer toes or claw toes. فالهامر توز هو لما يكون الأصابع التوز تيجي كده فليكس زي ما تشوفوا برضو في الصورة. وكمان آخر شيء يكون unstable causes أو الأسباب، ممكن يكون اضطراب عصبي، شلل دماغي، شلل الأطفال، سكتة دماغية، أي حاجة من دي الأمراض. وبرضو ممكن إنه يكون جاي وراثي. نسوي الإنسول بطريقة الإنسولز والبريس، نسويها بطريقة تخلي الوزن الجسم متوزع على القدم بالنورمال ان نورمال واي، يعني بالطريقة الطبيعية اللي المفروض تكون. اللي الناس اللي عندهم هاي ارتش ما عندهم الطريقة الطبيعية، فاحنا نحاول نخلي الوزن يتوزع الجسم بالطريقة الطبيعية. فبس ان شاء الله تكونوا استفدتوا اليوم، وكانت معاكم لينا قشقري.